النهارده عندي مهمه قوي لو تسمح لي. احنا عندنا 5 بطاقات صفراء في الماتش يعني مع المغرب، وكده احنا بنتكلم ان الموضوع برضو في قلق. لو احنا اتكلمنا ان احنا روحنا الكاميرون واي واحد منهم برضو تعرض لي يعني كارت اصفر مره تانية، انت كده مش هيكون معاك خلاص في النهائي. طيب دي مشكله برضو كبيره، انت بتتكلم عن اسامي مش قليله، زيزو، مصطفى محمد، يعني عمر كمال، يعني ايمن اشرف للاسف. ودي اللي احنا ظلمنا فيها يا نهاوند كريم بصراحه، يعني استعجال الحكم في المباراه دي راجل السنغالي. بصراحه يعني مع الاسف يعني في حاجات ما كناش ناخد فيها كروت صفراء، ما نستاهلش فيها يعني خالص. لكن واضح قوي ان هو كان مستعجل قوي في قراراته، والله اعلم بقى كان في عقله الباطن ايه، يعني ان هو برضك من السنغال ويهمه ان السنغال ما تقابلش مصر. فهتقابلها في كاس العالم، هتقابلها كمان في كاس الامم الافريقيه. لو كان مغربي ما كانش هيعمل اكتر من اللي هو عمله. بالظبط بالظبط بالظبط. ودي برضك من ضمن الحاجات اللي احنا بنناشد بيها طبعا رجالتنا الموجودين هناك، وعلى راسهم طبعا خالد الترندلي. بنتمنى طبعا ان هم ياخدوا بالهم من الجزئيه دي ويبداوا يتكلموا بقى مع المسؤولين. صحيح. بشكل كبير، لان احنا واضح قوي ان احنا زي ما نهاوند اتفضلت وقالت، موضوع الكورونا وموضوع المسحه وموضوع يعني في بعض الفرق اتظلمت زي جزر القمر قبل لقاء الكاميرون. التحكيم احنا برضك مش عايزين حاجه سمراء، يعني بصراحه عايزين حاجه بيضه بقى. لان احنا لان احنا مش عايزين نرجع تاني للمشاكل بتاعه التحكيم. واضح قوي السمر هيبقوا قلبين علينا بشكل بس هو في امكانيه ده يعني. طبعا ما احنا عندنا حكام مغاربه وعندنا يعني ربما وعندنا فعلا. وعندنا حكام توانسه موجودين. طيب يعني نتمنى طبعا ان شاء الله يبقى حاجه من شمال افريقيا. واحنا وصلنا للزمن اللي يعني للدرجات دي احنا متخوفين فيه من التحكيم، اذا كان هيبقى موضوعي ولا موتور، ماجور ولا ده من زمان. يعني النوع ده من المخاوف طبعا، حاجه مش لطيفه طبعا. مع الاسف يا كريم من مشاكل التحكيم في افريقيا، يعني احنا البطوله دي من أسوأ حاجه التحكيم اللي احنا شفناه في البطوله دي طبعًا. صراحه يعني طبعا فيعني لازم يراجعوا نفسهم بشكل كبير جدا، لان كلهم مصنفين وكلهم عندهم خبرات بالظبط. لكن مع الاسف الراجل الحكم لتونس ونهى المباراه قبليها بخمس دقائق، الوقت ال 5 في الدقيقه 85 نهى المباراه، وبعدين حتى لما رجع للمباراه بالظبط كده قعد اربعه طبعًا. فدي كلها طبعا حاجات عايز اقول لك ان ده مشوار طويل وتعب منتخبات وفلوس وسفر ولعيبه ومحترفين وشعوب و120,000 في مصر، 100 مليون ولا 110 مليون ورا منتخبهم. فكل الكلام دي كل الكلام ده لازم يتحط في الاعتبار بشكل كبير، وبطوله كبيره بالظبط بصراحه. فما ينفعش الحاجات اللي فيها يعني عايز اقول لك لو هم ما عندهمش خبره اقول لك لكن دول كلهم حكام دوليين وحكام على اعلى مستوى مصنفين.